الفيلم بتاع جانا داي تاني بتاع محمد هنيدي لما كان رايح للشيخ فبيقول له ربنا مولانا رزقنا بمرأة تخينة لا تعتمد ده، اقول لها يا وليه اسكتي ما فيش، يا وليه اسكتي ما فيش، رحت شجيت بطنها شافت الدم خافت، مع ان اخواتها بيشربوا كل يوم الصبح عادي يعني. انا راجل وثق اصلا اني جيت هنا. وعادي يقول له انت سالت حد؟ فالناس كلها دخلت، انت سالت حد؟ اديك بالكوشه، اديك بالكوشه في دماغك. الراجل ده باين عليه متحنط، راح قال له محنط عند الوهاب. مش مره ما بتحبنيش. في الفيلم بتاع غبي منه فيه لما طلع على البلكونه قال له انا هقول لخالتي يعني ان انت حرامي، فقال يا ستي يا ام محمد انا حرامي اصلا. يعني شوف يا واد يا عبده. وهي دي طلعت السوبر وومن اللي بتطير؟ لا ده عليها حته تطير. مشكلة.